صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. النهارده هيكون معانا اول حلقه من حلقات برنامج مواهب صاعده، وهيكون معايا زميلتي اميمه الزياد. اهلا بك يا اميمه. اهلا بك يا رنا، صباح الخير على حضراتكم. اتمنى من الله ان البرنامج ينال اعجابكم. ان شاء الله هنقضي ساعه جميله مع بعض مع اجمل المواهب اللي لازم نديها فرصتهم ونظهرهم على الساحه، وده اللي بنعمله هنا في برنامجنا مواهب صاعده. في البدايه بقى كده نتعرف على حضراتكم. مصطفى من محافظه المنيا، مركز بني مزار، شبيه محمد صلاح. حضرتك ملاك شفيق رضا الله، قريه حلوه، مركز مطاي، المنيا. اهلا بيكم، شرفتونا. اهلا بيكم. من الصعيد يعني. اهلا، اجدع ناس. اتشرفنا بحضرتك والله بجد يعني. اهلا بيكم. جايين مع بعض ولا لا؟ والله صدق تعرفنا بره بس في القناه بره يعني. ايوه. استاذ ملاك اتفضل. حضرتك كاتب اغاني. اه. اكتشفت موهبتك ازاي؟ اكتشفتها وانا في رابعه كليه كده يعني، كان بيبقى عندي وقت فراغ، فبحاول كده أدندن مع نفسي، أكتب جملة، أكتب اتنين، أكتب تلاتة. وبديت أكتب لما قلت يعني كنت بسمع أغنية أقول الله لو كان قال الكلمة دي، بدل لو كان قال مثلا إيه معرفش يضمني بدل معرفش يحبني. فبديت بحس إن أنا إيه عايز أعدل على الأغنية، فجت بداية الأغنية اكتشفت إن عندك حس إن أنت بتعرف. بديت إيه أكتب، بديت يعني أذاكر اذاكر كتابه الأغنية. لا بدا ان هو يتطور من نفسه تقريبا، اذاكر كتابه الاغنيه ازاي. يعني كنت بتكتب الاغاني مثلا في ورقه وتعدل عليها؟ لا يعني مثلا ايه اجيب الاغنيه لها طريقه، في حاجه اسمها المذهب، وده عباره عن اللي هو ايه المضمون العام بتاع الاغنيه. في حاجه اللي هو اسمه السينو، ده اللي هو بيعلق مع الشباب، اللي هي بتتكرر ايه مع في الاغنيه على طول. الحاجة التانية اللي هي التالتة اللي هي كوبليه، والكوبليه ده بيتكرر، ممكن الأغنية تتكون من كوبليه واثنين وثلاثة وأربعة. فبديت إيه أفهم الحاجات دي. حضرتك دارس الموضوع. بديت أعرف الحاجات دي، الأغنية تتكون إزاي، مش كلام عشوائي، مش إن هو كلام مترتب وخلاص، لا كمان القافية بتاعت الأغنية ليها قافية معينة، يعني مثلا مش ان انا ارتب الكلام ولاقي القافيه في الاخر تختلف في البيت الاول عن الشطر الاول. تكون قافيه على وزن زي افعل ومفعال يعني والحاجات بتاعت زمان اللي كنا دارسينها دي. يعني مثلا اغنيه تتنهي كده بكلمه ايه الباب، يبقى الباء حرف الباء دي تتكرر، ويكون الاغنيه مترابطه مع بعضيها. طيب. يعني ما اجيبش بيت من الشرق على بيت من الغرب على كده، لا الاغنيه تكون مترابطه مع بعضيها، مكمله لبعضها، يكون في كومنشن مع بعض. فبديت اكتب، يمكن كتبت اول اغنيه وانا في سنه رابعه كليه. مين اول واحد رحت عليه اول ما كتبت الاغنيه عشان يسمعها وكده؟ اصحابه في الكليه. قالوا لك ايه بقى؟ لا ما كانوش بيشجعوني. لا ما كانوش بيشجعوني. خلينا طيب يا اميمه، خلينا طيب يا اميمه يقول لنا مثلا زي ايه، يعني ايه الاغاني اللي ممكن كنت بتعدل فيها او الجمل في الاغاني؟ قلت انا في البدايه خالص قلت انا بحب اعدل من الاغاني. ما انا مش عايز بقى اسئل الناس، فلا هو عنده معلومات بيخليها لنفسه تقريبا يعني مش عايز اجيب انت مثلا انت شبيه محمد صلاح انت. طب ده برنامج مواهب. تمام، ده برنامج مواهب. تمام. رسم، غنى، فن، ناس بتغني، انت ناس عندها خبرات. انت جيت النهارده وبره بتقول ما عندكش موهبه، جيت ليه؟ جيت هنا شرف ليا ان انا اجي البرنامج هنا، ناس والله فوق الاحترام وناس فوق الذوق، وده شرف ليا ويشرفني. شرف لينا اللي انت قاعد معانا والله. يا ربنا يبارك لك. وده شرف ليا برضو ان انا شبيه محمد صلاح. الى جانب برضو ان انا عندي محل فساتين افراح، فاي عروسه بتيجي تقول لي انت شبه محمد صلاح هناخد منك الفستان. عشان كده بيقولوا لك بقى محمد صلاح ولا بيقولوا لك يا طبعًا مصطفى؟ لا محمد صلاح طبعا. اوعى تكون بتستغل ده. لا 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 برضو انا اكتسبت خبرات كتيره، اتعرفت على ناس كتيره جدا من جميع المحافظات، ان انا شغلي ان انا اوزع شغل، فاي حد بيشوفني في اي مكان بتصور معايا وكده. احساسك بيبقى ايه بقى لما يوقفوك؟ طبعا احساس طبعا لاي حد يكون مبسوط وفرحان، لان محمد صلاح راجل يعني خير، وغير كده بيعمل اعمال خير كتير، وغير كده نجح في حياته وحقق احلامه، وربنا طبعا يكرم الجميع ويكرم الشباب كلها يعني. وده شرف ليا وشرف لاي حد، واي شاب يتمنى ان هو يحقق زي ما محمد صلاح حقق يعني. طيب انت كلمتني قلت لي انا عاوز اجي البرنامج عشان في مفاجاه عاوز تقولها، ايه بقى الحاجه اللي كنت عاوز تقولها؟ والله ان انا اتشرفت بالبرنامج ده، والبرنامج ده متميز، وكمان ناس كتيره جدا شباب من الصعيد عموما بتطلع هنا في البرنامج ده، ان مشهور طبعا البرنامج ده ان هو بيجيب ناس عندها خبرات وعندها معلومات، زي الراجل ده انا اتعرفت عليه بره، والله اتعرفت عليه بره يعني، وجاي من الصعيد برضه.
ومشوار يعني، بس هو بيجي لحاجه متميزه وحاجه يعرف يطلع عليها وحاجه ربنا يوعده. طب قول لنا يا مصطفى انت عندك اتيليه، انت اللي بتصمم؟ لا مش انا اللي بصمم دلوقتي حاليا، عشان اتكلمك بصراحه مفيش اي مصنع مصري بيصمم فساتين افراح، كل المصانع دلوقتي سوريين. فهماني؟ معقوله سوريا دلوقتي سوريين. هي اللي اكتسحت الاسواق؟ طبعا في المطاعم، في الكافيهات، في الفساتين الافراح طبعا. تحيه احنا فاتحين عندنا السوري طبعًا. احنا عندنا اتيليه من سنه 2002 يعني، والدي استاذ محمد من سنه 2002. دلوقتي انا مكمل المسيره، بس دلوقتي العرايس بتيجي تقول لك فين محمد صلاح. هي بتجي لك مخصوص؟ لا لا، عشان محمد صلاح بتيجي الصور معايا حتى لو ما اشتريتش منها. طيب احنا عاوزين نعرف النهارده انت جاي برضو ليه، علشان خاطر الاتيليه اللي عندك لا ولا لا لا. علشان انت شبيه محمد صلاح؟ علشان خاطر الشبه طبعا، عشان خاطر شبيه. طب احكي لنا بقى شويه كده من المواقف الطريفه اللي بتحصل معاك. انا مره كنت واقف في مول بشير ايس كريم وفي بنوته واقفه قدامي والله، وهي لفت يعني رجعت ورا كده فقالت ايه ده انت جيت امتى؟ قلت لها انا جيت امتى منين؟ قالت انت جيت امتى من انجلترا؟ قلت لها انا ما رحتش خالص، على ده انا اخو الصغير، ان محمد صلاح تقريبا اكبر مني في السن. تمام. انا عندي 24 سنه يعني. ناس كتيره جدا برضو، انا سافرت صيفت كتير في الغردقه والاماكن دي، برضو الاجانب نفسهم عارفين مين محمد صلاح. والله كنت بتكلم معاهم انجليزي وانا شاطر جدا انجليزي. انت كده اخذت شخصيه طبعا. لا لا يعني الناس بتصور معايا ان انا عارف ان انا شبهه يعني، فاهمان ازاي؟ في فرق طبعا، بس من بعيد تحس ان انا ايه محمد صلاح، من قريب طبعا في فرق في الطول وكده والكلام ده. هو من بعيد يعني، انا لما شفت الصوره يعني يا ريت استغربت تقريبا نشوف الصوره كلنا مع بعض. يا ريت انا بعت الصور للاستوديو، نصها محمد صلاح ونصها مصطفى. الصوره دي انا قعدت شويه طب فين مصطفى وفين محمد صلاح؟ ده شرف ليا والله. الصوره قدام حضراتكم يعني، الفرق في الصوره دي شبه بعض جدا، من شبه 40 تقريبا. على فكره المثل ده طلع حقيقي. 30 ولا 40؟ طيب ماشي 40. هي 40 من زمان 40. بس لحد دلوقتي احنا معانا مصطفى بس. لا مصطفى بس. يعني النهارده مصطفى حب النهارده ينزل ويقعد معانا في البرنامج علشان هو شبيه محمد صلاح، وعلشان كمان هو بيحب محمد صلاح، وبرضه كان عاوز يقول حاجه لمحمد صلاح. والله ناس كتيره انا بقابل بقابل ناس كبيره في السن وناس اكبر مني سنا وناس اصغر مني، الناس كلها بتجري تتصور معايا على اساس ان هي بتحب محمد صلاح، فاهماني؟ وناس كتيره جدا بتدعي لي. انا بدخل مثلا اي مكان، اي وسيله مواصلات، اي حاجه، الناس كلها بتتصور معايا علشان هي بتحب محمد صلاح، وده شرف ليا على اساس برضه ان انا اكتسبت خبره، اتعرفت على ناس كتيره عندهم يعني ناس اكبر مني، بدات ان انا اتعرف على ناس في اماكن تانية في مستويات تانية برضو يعني، في جميع الفئات بقيت اتعرف على ناس. طيب بتشجع نادي ايه بقى؟ الاهلي. الاهلي. ايه بقى الحاجه اللي كنت عاوز تقولها لمحمد صلاح؟ انا قلت لك خلاص. لا أنا في حاجه تانية انت قلتها لي بره. لا لا والله شرف ليا ان انا اشوفه برضو يعني واقابله والكلام ده. تمام. طيب تمام. نروح لاستاذ ملاك. اتفضلي قول لنا اكتر مغني بتحب تسمع له ايه؟ عمرو دياب. عمرو دياب. طب من الزمن القديم طبعا كلنا نحب ام كلثوم، عبد الحليم، فيروز، فريد، بس ام كلثوم اكتر. ده حضرتك ما شاء الله ذوقك حلو جدا في الاغاني. ما هو جيلي انا كان كده، جيلي كان يحب ام كلثوم وفريد وعبد الحليم. استاذ ملاك اتفضل. كنا عايزين بقى نسمع الاغنيه. كنا عاوزين بقى نسمع الاغنيه اللي قلت لنا عليها. انا كاتب مجموعه اغاني بس هقول اول واحده. الاغنيه دي جت فكرتها ان انا صرحت مع نفسي، فتخيلت موقف حصل لي فكتبت عليه الاغنيه دي. فقلت ايه، غلطت مره وناديتها باسم ما كانش اسمها، شفت في عينيها دمعه ما كانش وقتها، قلت لها حبيبتي وحياه عينيكي ما اقصدش ابدا اجرح فيكي، وان كنت فاكرها او محتفظ بصورها ما يقللش ابدا من حبي ليكي، الله يرحمها ويجعل مكانها الجنة، سابتني وهي لسه في ايديها الحنة، ملحقتش يا عيني معايا تتهنى، وانا اسف حبيبتي وكنت صرحت، حاولت اغير الموضوع واتكلم في اي كلام تاني، ما قدرتش امنع الدموع مشكلتها انها فهماني، قلت لها حبيبتي وحيات عينيكي ما اقصدش ابدا اجرح فيكي، وان كنت فاكرها او محتفظ بصورها ما يقللش ابدا من حبي ليكي، الله يرحمها ويجعل مكانها الجنه، سابتني وهي لسه في ايديها الحنه، ما لحقتش معايا يا عيني تتهنى، انا اسف حبيبتي ان كنت صرحت، وعشان عارفها ملهاش ذنب خدتها في حضني وطبطبت عليها،
وبكل ما أملك من حب حاولت أمسح دمعة عينيها. قلت لها حبيبتي وحياة عينيكي ما أقصدش أبدا أجرح فيكي، وإن كنت فاكرها أو محتفظ بصورها ما يقللش أبدا من حب ليكي. الله يرحمها ويجعل مكانها الجنة. سابتني وهي لسه في إيديها الحنة، ملحقتش يا عيني معايا تتهنى. وأنا آسف حبيبتي إن كنت صرحت. دي كانت إيه؟ الله نسقف له بقى. نسقف له والله بجد. دي لا دي واحدة الباقي كتير. كاتبها لمين بقى؟ مش لحد، ما للأسف. للأسف إن إحنا في الصعيد محدش مهتم بينا ولا حد بيفكر. ولو رحنا لحد يقول لي اتشهر الاول وبعد كده بتعالى لي، طب انا هتشهر امتى؟ لا انا كل واحد قصدها انت كاتبها. انت حضرتك كتبت الاغنيه لمين؟ كاتب الاغنيه دي هل لزوجتك؟ لا لحبيبتك؟ الحكايه ان انا ايه قبل زوجتك؟ لا 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 ما كانش فيه ولا اي حاجه، بس انا ايه من كتر من كتر يعني؟ من كتر حب. لا هي يعني الحمد لله اللي حبيتها اتجوزتها ما شاء الله، وحتى البلد كلها عارفه كده. اللي حبيتها اتجوزتها. قول لو في حاجه كده ولا لا 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 لا. فانا صرحت كده ان هي فعلا لو مراتي دي فعلا توفت واتجوزت واحده تانية مش ممكن هتنسيني مراتي، فهبقى برضو محتفظه. يعني معقوله تخيلت موقف ما حصلش؟ ده تخيلته وكتبت عليه وبناء عليه كتبت الاغنيه واحنا اتاثرنا بيها بالطريقه دي. وبناء عليه كتبت الاغنيه. كنت هقول لك ربنا يرحمها. في اغاني تانية يعني هتعجبكم ان شاء الله. طيب عايزين نسمع منك اول اغنيه كتبتها. اول اغنيه كتبتها لاحظت في كده ايه، في قسوة وفي ظلم ومفيش محبة بين الناس. فجت فكرة الأغنية أول ما جت رحت على طول ايه رتبت كده الكلمات وقعدت أكتبه. فقلت ايه، ليه المحبة بقت صعبة ما بين البشر؟ ليه الإخلاص في قلوب الناس ملوش أثر؟ ايه اتغير فينا؟ توهنا عن بعضينا، نسانا أقرب ما لينا، خلى الظلم ما بيننا انتشر. فين أيام زمان لما الحب كان مالي كل القلوب؟ كانت كل الناس حبايب، كان كله أهل وقرايب، مفيش لا غالب ولا مغلوب. كانت المحبة موجودة والإيدين ممدودة، والقسوة كانت محدودة وفي ثواني تتغفر. ليه المحبة بقت صعبة ما بين البشر؟ ليه الإخلاص في قلوب الناس ملوش أثر؟ إيه اتغير فينا؟ توهنا عن بعضينا، نسانا أقرب ما لينا، خلى الظلم ما بيننا انتشر. تعالى نحب ونسامح وننسى أي كلام جارح بيقوله المسامح كريم. تعالى من النهاردة نعيش حب ومودة، ننسى الماضي الأليم. دي السنين بتمر بينا، أيام معدودة علينا، حرام تضيع من إيدينا أجمل أيام العمر. وليه المحبة بقت صعبة ما بين البشر؟ ليه الإخلاص في قلوب الناس ملوش أثر؟ إيه اتغير فينا؟ توهنا عن بعضينا، نسانا أقرب ما لينا، خلى الظلم ما بيننا انتشر. دي كانت اول اغنيه كتبتها. برافو عليك بجد. يعني انا افتكرت في تاني. معقولة دي كانت اول اغنيه كتبتها؟ دي اول. واصحابك في الجامعه ما بس اكيد اصحابه برضه؟ لا ما هي ما كانتش برضو. لا ما كانتش بتطلع، ما كانتش بتطلع بالمستوى ده. ما هو قال في الاول ان اصحابه ما كانوش بيشجعوه. كانوا دايما يعني يتريقوا عليا ويقولوا لي يا عم انت هتروح فين. لا انت لازم تكون عندك تفاؤل برضه ان انت توصل لحلمك. بس هو الصراحه الاغنيه تحفه بصراحه. الاغنيه ما كانتش بتطلع بالمستوى ده، يعني ده هي حصلت وصلت للمستوى ده بعد انا ما درست وعدلت عليها برضه. هو بيمر بيها وعدلت عليها كتير. يعني ده ما كانش الشكل الاولاني اللي كتبت بيه الاغنيه. لا ما كانتش كده. واصحاب الطفوله بقى لما سمعوا الكلام بتاعك دلوقتي كان ردود افعالهم ايه؟ برضه زي زمان ولا اتغير؟ ما هو لا هم كل اللي سمعوا، حتى يعني سمعت الاغاني دي لدكاتره الجامعه يقولوا لي كلام ممتاز واهتم. حد انتقدك؟ لا يعني كل ما سمعها لاي بني ادم اعرفه يقول لي لا كويس. استمر حاول يعني. في واحد قال لي بص اقفل على نفسك باب واقعد اكتب واجتهد واصرف ضحي بفلوس واصرف، هتلاقي بعد كده. الموهبه يعني عامله زي البذره كده، لازم تدفن ولازم لازم تتروى
بالظبط. ولازم تحتاج شويه صبر عشان الاقي منها ايه الثمر اللي انا عايزه. طيب ما حاولتش مثلا تروح لملحن لحد يكتشف الاغاني والموهبه الجميله؟ فعلا يعني كل اللي راح لهم عايزين حد مشهور، حتى لو الكلمات عجبتهم. محدش عرض عليك يشتري اغنيه؟ لا لا، في واحد قال لي لو عندك مهرجانات اخدها من دلوقتي. مهرجانات؟ طب رايك ايه يعني بقينا في عالم المهرجانات؟ قال لي لو كاتب مهرجانات اخدها دلوقتي. رايك ايه بالنسبه للمهرجانات؟ شكرا وسلام عليكم، ما عنديش ولا بعرف اكتب مهرجانات. بتحبها؟ لا طبعا. عندك أنا مشاكل؟ مشاكل في البيت. يعني اولادك في البيت بيسمعوا مهرجانات؟ بيسمعوا المهرجانات. بيسمعوا. وبحاول يعني. عندك اعتراض على ان هم يسمعوا؟ عندي طبعا وهم عارفين. بس خلاص اقول لهم مثلا ايه، يعني بدل ما تسمعوا الكلام الفارغ ده تعالوا تعالوا نسمع اغنيه ام كلثوم حلوه. تقعد تسمعهم ام كلثوم وهم بيقعدوا يسمعوا؟ انا عندي بنت في ثانيه كليه بتسمع ام كلثوم وسميعه وصوتها حلو ما شاء الله. سميعه يعني صوتها حلو كمان. صوتها حلو جدا. احنا هنستضيفها في البرنامج معانا. انا بقول لها بس هي مش راضيه. ليه؟ هي رافضه، تقول لي لا انا اهتم بدراستي احسن. هي الدراسه طبعا الاول وبعد كده الموهبه موجوده. هي ممكن تقول لي بعد الدراسه او ممكن تحاول توفق ما بين الاثنين مثلا. لا صعب ده قرارها. بالاضافه ان احنا عندنا، لا عندنا احنا في الصعيد يعني ايه صعب جدا ان البنت تطلع تغني وكده يعني. دي طبعا تبع العادات والتقاليد يعني. استاذ ملك حضرتك بتشتغل ايه؟ انا اداري في مدرسه حلوة الثانويه المشتركه. طيب بتعرف توفق ما بين هواياتك والكتابات بتاعتك وما بين المدرسه؟ ما المدرسه لحد الساعه 12 الظهر او واحده او اتنين. الكتابات دايما بتكون بالليل واحنا عندنا اجازه مثلا جمعه وسبت، وعندنا اجازه نص السنه واجازه اخر السنه، فبيبقى في مجال الواحد يكتب يعني. ايه اليوم المميز عندك في الكتابه؟ بتحس ان الوهبه كده نزلت لك؟ كل واحد فينا بيكون عنده يوم مميز في حياته. يعني كل اسبوع كده يعني تروح مكان تكتب؟ لا هي ملهاش مواعيد معايا يعني. انا ممكن وانا نايم تجيني كلمه كده، فكره، او قبل ما انساها اروح اكتبها. فكره قبل النوم. او من النوم دايما الساعه 3 بالليل الافكار بتيجي. من النوم اكتب الجمله اللي جت لي او الفكره. طيب اللي جت لي على فكره انا يا اميمه بدون مذكراتي، ولو في حاجه انا نسيتها بقوم مخصوص عشان اكتبها عشان ما انساهاش بالليل. طبعا في ناس كده كتير يعني. طيب نرجع بقى لمحمد صلاح ونرجع لك تاني. ايه استاذ ملاك؟ ماشي. طيب قول لنا بقى، ما عملتش خدعه كده ولا كده على حد؟ لا والله الناس كلها بتشوفه. بما انك شبيهه مفيش نصبايا مفيش حاجه؟ لا لا انا اخر الناس كلها بتتصور معايا، بس في الشارع كتير جدا ناس كتير بتتصور معايا. معانا مداخله؟ كل يوم معانا مداخله؟ معانا مداخله. محمود من انا. تمام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا محمود؟ محمود الشاعر من محافظه جنة. ازيك يا محمود، اخبارك ايه؟ والله انا عندي اغاني ووطنيات وقصائد حب ومدح ودين وكده يعني. حلو جدا. طيب تسمعنا دلوقتي ولا تيجي معانا حلقه؟ خليه. طب يا اميمه ممكن تسمعنا حاجه يا محمود؟ اسمه محمود. سمعك حاجه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب سمعنا، ولو كويس ان شاء الله نستضيفك الحلقه اللي جايه. طيب ماشي. بقول يا خليفه مصر وصلاح الدين. ماشي. ايوه اتفضل. اتفضل يا محمود. يا خليفه مصر وصلاح الدين وكل القاده الوطنيين، كن يا ابن مصر لامك معين وزين سماها، واكشف عماها واضرب بيد من حديد للي عداها، واكشف عماها واضرب بيد من حديد للي عداها. السيسي قال هي دي الابطال مهما العمر طال، ومن هنا بلدي جنا بقول يا مصر عمر وما كان عدو بيهمنا، علشان احنا شعب ولينا اسمنا، عدوا علينا كم عدو ما قدروا على مصر يعتدوا، وقفت مصر شامخه في كل عصر، والكاينين لو وقفوا صادق راح يتأسروا عصر. كمل. وطي التلفزيون شوية ممكن؟ واتكلم من التليفون. ألو أي محمود، شكرا. محمود فصل للأسف. تمام يا محمود، شكرا جدا، نورتنا بالمداخلة الجميلة دي. نرجع لمصطفى. تمام. قول لنا يا مصطفى، إمتى بدأ الناس يعملوك على إنك محمد صلاح؟ هو من سنه تقريبا، لسه مخلص جيش طبعا، كنت حلق شعري ودقني والكلام ده، بدات ان انا اربي شعري تاني ودقني، فالناس كلها قالت لي لو طولت شعرك هتكون شبه محمد صلاح. وبالفعل زي ما انت شايفه دلوقتي ناس كتيره جدا دلوقتي زي ما انت شايفه بتتصور معايا في كل مكان.
ودي حاجه تشرفني برضو والكلام ده. طيب في حوالي اكتر من 16 مكتب اوديشن في ميدان كاستنج في المهندسين هم انت عارف اهو رحت كتير والله في المهندسين رحت اكتر من مره على فكره. طيب المعلومه دي عشان ناس كتير جدا سالونا على الصفحه يا جماعه في اكتر من 16 مكتب كاستن في المهندسين للناس اللي مش لاقيه فرصه ان هي تمثل، ممكن تروحوا تعملوا اوديشن او كاست وان شاء الله لعله خير بدل ما يروحوا مع ناس لا هويه لهم. ماشي اتفضل. وانت يا مصطفى رحت؟ رحت اكتر من مره تقريبا. ما حدش كلمك؟ لا لسه. ده كان قريب من 4-5 شهور تقريبا كده. عملت مره واحده كاستنج مره واحده بس. رحت كم مكتب؟ طيب رحت 4. تمام في المهندسين ان شاء الله بعد الحلقه دي المخرجين يشوفوك ويتواصلوا معاك يا مصطفى ان شاء الله. طيب استاذ ملاك اتفضل هتسمعنا ايه؟ هقول اغنيه كتبتها لمراتي وانا بحبها في الكليه. الله الله. وانا بحبها في الكليه على فكره. هو ده الحب الاولاني اللي هو عليه في الاول يعني. والله انت مركز. انا مركز معاه. فقلت ايه الحب الاولاني واتجوزها. هو قال لك الحب الاولاني. فقلت ايه بقى؟ يستاهل قلبي يدوب في هواه واعشق لون عينيه، يستاهل الف الدنيا وراه واتمنى لمس ايديه، عينيه برموشها بتسحرني، شفايفه بلونها بتأسرني، كل اللي يشوفني يفتكرني، مجنونة صعب عليه، أنا من قلبي بتمنى أعيش وياها على طول، وموافق علشان أستنى عمري كله وأنا المسؤول، قلبي خلاص اتعلق بيه، عمري كله وهبته ليه، ومستعد عشان أرضيه أنادي بأعلى صوتي وأقول يستاهل قلبي يدوب في هواه وأعشق لون عينيه، يستاهل ألف الدنيا وراه وأتمنى لمس إيديه، عينيه برموشها بتسحرني، شفايفه بلونها بتأسرني، كل اللي يشوفني يفتكرني، مجنون أصعب عليه، ده اللي بيه عمر ابتدى يعيش من تاني عمر جديد، والقلب العطشان ارتوى من حبه وما عادش وحيد، وحيد ازاي وهو معايا منور دنيتي وسمايا، حبه ليا يا قلبي كفاية يخليني أقول وعيد، يستاهل قلبي يدوب في هواه وأعشق لون عينيه، يستاهل ألف الدنيا وراه واتمنى لمس ايديه، عينيه برموشها بتسحرني، شفايفه بلونها بيأسرني، كل اللي يشوفني يفتكرني، مجنون اصعب عليه. الله الله. القافية عندك هايلة بجد يعني حضرتك رومانسي كمان. طيب احنا معانا الأول مداخلة. في تاني مداخلة؟ عادل من المنيا. اتفضل يا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عادل؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. اتفضل. برحب بالسادة الموجودين الأول كده قويت وأنا بكتب شعر وعايز أقدم موهبتي يعني. طيب اتفضل قدم، بس لو التلفزيون شغال وطيه واتكلم من الموبايل. تمام. مقطع صغيرة بس أنا كاتبها كده قويتي من قبل ما أتجوز يعني. طيب وضح صوتك واتفضل. تمام يا فندم. القصيدة بتقول عشقتنا الصغيرة. سقط موج البحر بيني وبينها ولا أعلم لماذا أحبها، وعشقتنا الصغيرة فظلمتها ولا كنت أفسر وقتها ما معنى حبها، ولماذا يخشى القلب من أفعالها، ومن المتوقع أن يكون القرب رحيم بها. أنا لا أكتب شعرا لكي أعشق به النساء، ولا يسرح خيالي عندما يعلو صوت الغناء، أنا اليوم أوصف حبيبتي كنجوم السماء. شكرا. برافو عليك. الله عليك والله. بجد يا عادل. طب خلاص سيب رقم تليفونك جداً. في الكنترول وإن شاء الله هنتواصل معاك. طيب كنا بنبدأ بمين يا أميمة؟ أستاذ ملاك قال لنا أغنية جميلة جدا كاتبها لمراته واكتشفنا إن هو رومانسي. طيب كاتب حاجة رومانسية تاني؟ سمعنا. كاتب أغنية بمناسبة عيد الحب يعني. لا يا ريتنا بقى كنا جبناك في عيد الحب وجبنا كم بالونه واتكلمنا شويه. فبقول فيها ايه؟ الحب له معنى كبير، واسال كل العشاق، مش كلام وكتر تفكير ولا دموع ساعه الفراق، الحب مشاعر بين قلبين، شوق وحنين بين الحبيبين، تشوفه بقلبك مش بالعين، مش كلام مكتوب في اوراق، الحب ان انت تجيني في وقت انيني، تمسح دمع عينيا، تواسيني، تصفيني، قلبك يحس بيا، تشاركني كل الأحزان،
تخليني اسعد انسان. وقت ما احس ان انا تعبان اول واحد يجري عليا. الحب انك ترويني لما تلاقيني لحبك عطشان، تدفيني تغطيني وقت ما اكون بردان، تشبعني عطف وحنية، تنسيني اي قاسية، وقت ما الاقي النار حواليا الاقيك انت بر امان. الله، برافو. الله بجد. طيب ايه هواياتك التانية؟ يعني ليك هوايات ولا حاجة تانية؟ ليك هوايات غير الشعر؟ هي الكتابة، ممكن اكتب قصص. تكتب قصص؟ كتبت روايات قبل كده؟ كتبت رواية قبل كده ومحتفظ بيها لحد دلوقتي. يعني ليه ما طبعتهاش ونشرتها؟ هي كبيرة وهتاخد وقت ومش لاقي حد يشجعني يعني. وما سوقهاش يعني؟ عنده كام حقيقة؟ طب ليه مش بتسوق؟ على فكرة ممكن انا انصحه بحاجة، ان هو يعمل صفحة عنده وتنزل اغاني وتعملها ترويج. طيب لا لا انا على فكرة هنرجع للسؤال تاني بعد المداخلة. من اسوان، من سوهاج. اهلا يا محمود. الو الو، السلام عليكم. ازيك يا محمود؟ الله يستر عليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت بتقلد الاصوات؟ تمام. طيب ورينا موهبتك يا محمود. انا جايلك في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتفضل. محمود، محمود الخط فصل. طب يا محمود حاول تكلمنا تاني. نروح لمصطفى. تمام. ما حد قول لنا يا مصطفى، ايه طموحاتك الفترة الجاية، اهدافك؟ والله اهدافي ان انا دلوقتي مثلا اكبر مشروعي، ان ده هو ده مجالي مفيش غيره. وان انا يعني كل شويه ان انا بسوق مثلا في محافظات تانية، وان انا اكبر المشروع بتاعي بكره وبعده، ان انا احاول افتح مصنع برضه. ده طموح عندي يعني. ربنا يوفق اي حد يعني. انا طموحي في اولادي مش فيا. اولا ربنا يخليهم لك. يعني هم ده طموح، ان انا اشوفهم كويسين، خلصوا جامعه، ارتاحوا. ده هو ده طموح يعني، ده اللي انا، ده هدفي في الحياه. طيب هو مصطفى كان قبل المداخلة التليفونية كان بيلفت انتباه حضرتك لحاجة، ان قصدك ايه يا مصطفى؟ ان هو يبدأ يعمل فيديوهات ويروجها ويعملها وينزل اغاني بتاعته دي على صفحات، وبعد كده يبدأ يمولها بفيزا مثلا، زي ترويج مثلا. هو قصده فيزا ممولة يعني. حضرتك ما نزلتش الحاجات دي على السوشيال ميديا؟ دي خطوه حلوه جدا على فكره، وبتشهر ناس كتيره جدا، وناس كتيره بتوصل للي هي عاوزاها بالخطوه اللي انا بقوله عليها. خلينا نفهمه وقصده. ما استغلتش انا لا الحاجات، لا الفيس ولا اي حاجه، ولا حاولت اعلن عن نفسي كمان. لا استاذ ملاك، دلوقتي احنا في عالم السوشيال ميديا طبعا، والفيسبوك دلوقتي بقى اعلى ربحا عن اليوتيوب. والخطوه اللي انا بقوله عليها هو قصده ممكن تبدا تعمل وتسجل فيديوهات وتعمل صفحه ليك وتبدا تروجها بالشعر بتاعك. هيكون بقى ناس كتير جدا بتشوف الفيديوهات دي، ومن خلال ده برضو، ومن خلال برضو القنوات اللي بنستضيفكم فيها، يمكن لعله خير ان شاء الله بعد الحلقه دي يعني يحصل حاجه. ده شرف ان شاء الله يكون خير. بجد شكرا جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده، شرفتونا ونورتونا. الله يخليك. للاسف الفقره خلصت، نطلع فاصل نرجع لحضراتكم مره ثانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا ثلاث نجوم بيصعدوا النهارده. هنتعرف على الثلاث امامير. نبدا بيك خالد ياسر على انصار ابو حلو. وانت وجودي محمد رفعت. انت كنزي محمد رفعت. طيب في البدايه كده عاوز اعرف كل واحد فيكم هوايته ايه. الغنى. يعني الرسم والتمثيل. وانت يا قمر؟ الرسم والكمباز. الكمباز. طيب تمام. تحبي تقولي ايه يا اميمه؟ جودي. انت جودي؟ لا انا كنزي. انت كنزي بتلعبي جمبوز؟ كوره. عندك كم سنه؟ 8 سنين. 8 سنين. من امتى بتلعبي جمبوز؟ من 3 سنين. ما شاء الله، ده انا سمعت كمان دخلتي بطولات دوليه وبطولات جمهوريه. احكي لنا كده عملتي ايه. اول حاجه كنا بنتمرن، بعدين لما بتيجي ايام البطولات بنسخن بره، لما بندخل بنشتغل، بعدين بنقف على البتاع وبناخد يا اما دهب يا اما تالت يا اما تاني. كنت بتتمرني فين؟ في نادي وادي دجله. نادي وادي دجله. اخدتي ايه بقى؟ ميداليه ايه؟ دهب.
دهب ما شاء الله عليكي. برافو عليكي. كنزي جودي. جودي معلش انت كنزي وانت جودي. انت يا جودي سمعت انت تلعبي باسكت؟ وباسكت بول وعندي 10 سنين. عندك 10 سنين. طيب ممكن اعرف بقى يا كنزي صح ممكن اعرف بقى اتدربتي في قد ايه؟ هو انا ما اعرفش بس احنا بنتدرب كتير. اخدتي يعني ماما بقت توديكي ولا بابا بقيتي تروحي وتيجي في وقت قد ايه؟ لا احنا بنقعد في التمرين ساعتين اوقات ونص. لا انت بقى بتتدربي بقالك قد ايه؟ شهر اتنين سنه؟ 3 سنين. 3 سنين تدريب. مين كان اكتر واحد بيتعب معاكي في انك تروحي وتيجي وبيشجعك؟ ماما. ماما. وبابا فين دوره؟ لا بابا بيشجعني بس يعني ماما اكتر عشان هي اللي بتوديني كده. ماشي. وانتي؟ انا وبتدرب بقالي سنتين ومامي وبابي هما اللي بيشجعوني يعني الاثنين. ده انت اللي قلت لهم انا عايزه اتمرن باسكت ولا هما؟ انا اللي اخترت الرياضه. انت اللي اخترتي. اخترتيها على اساس ايه؟ انت حباها؟ اتفرجتي قبل كده عليها فحبيتيها؟ يعني اتفرجت وحبيتها فقلت اني هجرب فيها بس في الحمد لله دخلت الفريق وبلعب. اخدتي اي بطوله دخلتي؟ واحنا يعني وزي والكوره يعني متوشه وبنلعب انديه وحاجات زي كده. انت بتلعبي برده بقالك 3 سنين؟ لا سنتين. انت يا خالد انت بتغني؟ طيب بتغني نوع ايه من الاغاني؟ يعني اغاني رومانسيه مثلا. بعرف برضو اغني مواويل. اكتشفت امتى ان انت صوتك حلو وعندك الموهبه دي؟ لما كنت ساعات 3 سنين كده لما كنت بقعد اسمع اغاني بقعد ارددها ورا المطرب اللي بيغنيها. ورا المطرب. لكن انت ما اخدتش ولا اي ورش غنائيه ولا ولا اي حاجه خالص؟ مين بقى اول واحد رحت عليه قلت له انا بعرف اغني؟ انا يعني في 2 صحابي كده كنت بقعد معاهم على طول ما نخبوش على بعض حاجه فقعدت معاهم قعدت اغني وكده قالوا لي صوتك حلو ينفع تغني. بعد كده عرضت الموضوع ده على بابا وكده قال لي غني كده لقى صوتي جميل. قال لي بسم الله ما شاء الله انت ليك مستقبل وصوتك حلو فشجعني هو واهلي يعني ان انا اغني وكده. عندك كم سنه؟ عندي 15 سنه. جاي مع مين؟ جاي انا شفته باين كان جاي لوحده بره. لا انا خطيب اختي كنت جاي بس عنده اصلا مش انها من طنطا. جيت بتاع انت جاي من طنطا؟ وجيت يعني رحت هناك عنده وجيت النهارده على هما بيشجعوك في البيت على انك تغني. طيب الدراسه الاول ولا الغنى؟ الدراسه ساعدك الاول. الغنى بقى هوايه بالنسبه له صح؟ يعني طيب. ناوي تخليها برضه هوايه ولا عايز تبقى مهنه؟ عاوز ابقى مهنه برضه يعني. طيب احنا نسمع الاول نسمع اي حاجه صغيره كده وبعدين برضه هنكمل كلامنا معاك. ماشي اديله الميكروفون. عادي هي اول مره ليك واكيد في رهبه فانت بالنسبه لك عيش يعني. انا زعلتك في حاجه طب يا حبيبي هي بتداري عينك ليه لما بتيجي في عينيا وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش علي انا زعلتك في حاجة طب يا حبيبي هي بتداري عينك ليه لما بتيجي في عينيا وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش علي. بص هو مبدئيا حلو بس طبعا في حاجة اسمها فوكاليز الصوت في حاجات كده كتير انت لازم تتدرب عليها بس مبدئيا عندك الدافع وعندك الفكرة تمام بس لازم هتتدرب جامد. وطبعا لكل اللي بيشوفونا يا ريت حد يتبنى خالد وان شاء الله هيكون خير باذن الله. وهنسمع برضو اغاني تاني بس هنروح لجودي الاول. ماشي. جودي وكنزي الاثنين اخوات. طيب تورونا مشهد. ماشي المشهد لو لو عاوزين تقفوا اقفوا عادي. يلا قوموا. لا خلاص خليكم ومثلوا وانتوا قاعدين. مش عارفه اسيب.
ماشي. انتوا كده كده هتعملوا كذا مشهد، انا سمعت ده بتقول لي كان نبدا بالتاني. عادي ابداوا بمشهد وفي برضو مشاهد تانية تعملوه. شيران، شيران انت نمتي؟ اه. امال بتودي عليا ازاي؟ هو انا كده برد وانا نايم. طب بقول لك، تفتكري وجدو ميكي كان معاك ايه؟ مش اقل من 100,000 جنيه. ايه الرقم المتكلف ده؟ ماما مي قالت ان كان مالتي مليونير. ازاي مالتي مليونير؟ ما ينفعش. يعني كان معاه مليونات كتير جدا، كان معاه فلوس زي اللوز. طب يلا انا هوصل نايم عشان اصحى بكره الصبح بدري. اوكي. القمر ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيللي انت اتجننتي؟ لا لسه بيمثلوا، انا افتكرتهم خلصوا والله. انا بعمل مديتيشن. كومبريشن؟ طب روحي بسرعه الحمام احسن تعملي على الملاية. مديتيشن، مديتيشن يعني عارفه اليوجا والحاجات دي. اه. يا صباح الخير يا مصر. هوب 2 3 4 مش 2 3 4 شد 2 3 4 مش هي دي؟ اولا اليوجا مش هوب 2 3 4، اليوجا حاجه ثانيه والمديتيشن حاجه ثالثه. المديتيشن يعني تفضي راسك وتطلعي كل الانرجي بتاعتك عشان توصلي البوزيتيف فوت لحد ما توصلي للزيرو فوت. طب ما اساسا دماغي فاضيه من غير ما الهبل زيرو فوت. مش قصدي فاضيه اذهبل، يعني قصدي فاضيه يعني كلير وصافيه. خلصتوا؟ اه. لا جميل قوي. جميل جدا. لا انا اصلا افتكرتكم خلصتوا من الاول، لقيتكم لسه مستمرين يعني. بسم الله ما شاء الله. طيب موهوبين فعلا. اه في بقى عاوز اعرف. طيب الاول قبل ما تقولي في ايه الحاجه مشهد تاني ليكي، بس انا عاوز اعرف ده مشهد ايه بالظبط. ده مشهد شريهان يعني في نيلي وشريهان. اه بتاع نيلي وشريهان. مين بقى انت؟ نيلي. اه. وانت شريهان. تصدقوا بالشعر ده فعلا نيلي وشريهان. امامير بس دي شبه مريم فارس. تصدقي حد قال لك كده قبل كده؟ لا انا اسمع انا ما اعرفش. طيب مين اللي قال لكم تعملوا المشهد ده؟ يعني احنا كنا بنحبهم فيعني فكنا في واحد بيضحك شويه فاخترنا ده. فاخترتوا المشهد ده. اه. او طيب محضرين مشاهد تانية؟ لا هو مشهد تاني، هو واحد تاني بس مش نيلي. طيب نسمع الاول اغنيه من خالد وبعد كده نرجع للمشهد بتاعنا. بص يا خالد، انت كنت قايل انك مش حافظ كل الاغاني بس حافظ يعني لقطات كده من كل اغنية او كوبليه كوبليه كوبليه. على فكرة عادي ممكن تسمعنا مثلا ايه عادي كوبليه من ده على كوبليه من ده، احنا معاك يعني عيش. ماشي. وعامل فيها مش شايف ومش عارف ايه معنى الحب، وعايش كل ايامك واحلامك وهم ممكن خلاص دلوقتي يا خساره. بيت واحد ما عندوش قلب، حاجات كتير جوه ماتت وانا ساكت ما قلتش لا، وسايب دمع يتكلم وبتألم وانا على حق هقول لك كلمه من الاخر. اكيد قلبك ده عمره ما ده قلبك يا حول الله بقى دلوقت فاضي، كل شيء مات جواه وانت كده راضي. قلبك يا حول الله بقى دلوقت فاضي، كل شيء مات جواه وانت كده راضي. طب والله يا خالد بجد والله صوتك جميل، بس انت فعلا عاوز، انت عاوز حد يوقفك كده قدامه يبدا يدربك، يعني انت صوتك خامه. انا طبعا ما بفهمش في الاصوات قوي بس انا حسيت ان صوته خامه، لكن انت طبعا عاوز تدريب. ماشي يا خالد. كنزي تلعبي جمبوز. طيب احنا عايزين نشوف حاجه من موهبتك. ماشي يلا. هنا امي كده تعالي كده يا كنزي. هنا شيري المايك. شيري المايك. امي كده يا جودي سيب المايك. او تعالي بقى. ماشي هنا. تعالوا بصوا بحيث تبقوا قدام الكاميرا على طول. تعالي هنا. تعالي هنا. طيب كده ظاهرين. ممكن تقربوا شويه كمان. انت برضو تلعبي جمباز؟ انا كنت وبلعب بس حاليا بلعب بس. طيب احنا ممكن نتفرج على كنزي. تمام اتفضلي انت اقعدي. يلا يا كنزي ابدأي زي ما انت زي ما انت عاوزه عيشي. ما شاء الله
فتحة حوض دي. اللي بتقلي اللي متاح ليك ان انت تاديه دلوقتي حاجات. طيب فرجي ما شاء الله. الزهر بيلينوا لهم عظمهم في الالعاب دي صحيح؟ مرونه مرونه. انت عارفه اسامي الحركات دي؟ طب دي الحركه اسمها ايه؟ دي اسمها بونشي. بونشي اللي قبلها كانت كاتش بونزي. هايلة ما شاء الله. عارفة ايه تاني؟ طيب في حاجات تانية بس دي بقى بده. دلوقتي مش هتعرفي تعمليها غير لما تسخني الاول. هما الحركتين دول بس؟ ممكن اعمل حاجات تانية من الجراند كارد. اي حاجة عاوزة تعمليها وتفضلي. ما شاء الله. اعملي قبة اعملي قبة ما شاء الله ما شاء الله. انت اتعلمتي الحركة دي في كم مرة مثلا تدريب؟ لا وانا في المدارس لما بس ما دخلت الفرقة. تمام. انت عندك 9 سنين؟ لا 8. 8 سنين. 8 بس. ما شاء الله عليكي بجد. شكرا. اتفضلي اقعدي. طيب حطي المايك. وانت يا طيب. جودي باسكتبول؟ لا مفيش بقى هنا ولا بول ولا في باسكت خالص. انتوا كمان بتعرفوا ترسموا؟ اه بس مش معاكوا حاجه توريها لنا؟ مش معاكوا خالص اي حاجه؟ طيب انا لو كنا نعرف ننهي بقى ننهي الحلقه باغنيه من خالد. طيب تمام خلاص. هو وقت الحلقه خلص؟ للاسف وقت الحلقه خلص. فاحنا عايزين نقعد معايا من خالد لأكتر مطرب بتحبه. أكتر مطرب بحبه فنان محمد فؤاد. طيب هقولك يعني انت ممكن تغنوا انتوا ثلاثة مع بعض؟ معلش حاولوا كده تكونوا ايه؟ كوميونيكيشن مع بعض. حافظين أغنية ايه؟ داس حمصة. هو كان عاوز يغني بنت الجيران تقريبا. ولا انتوا عاوزين تغنوا حاجة تانية؟ احنا عارفينها بس يعني احنا طبعا. طيب ممكن نسمع أغنية من جودي وكنزي لوحدهم؟ ماشي. وبعدها خالد. تمام. طب فاضل قد ايه وقت معانا نسمعها؟ تمام يلا يلا. اجدع صحاب؟ لا انا هي عشان هي كان. طيب يلا يلا. طيب ماشي يلا. علوا صوتكم انتوا الاثنين المايك مع بعض. ماشي. اصحابي وصحباتي هنا محلك سر. بصوا وشوفوا حاجاتي انما ايه بالسر. اصحابي صحباتي هنا محلك سر. بصوا شوفوا حاجاتي انما ايه بالسر. عندي فرش اروبه ليها شعر صغنون ومعاها انبوبه بتطلع معجون. اخد من دعيتي والم اسناني وهسلك على الهادي وارجع لمع تاني. والصف الفوقاني من فوق لتحتي والصف التحتاني من تحت لفوقيه. وبكده لا بتتلوث. برافو برافو. ايه بس للاسف ده انا خلص على التتر. طب ليه ما ختمناش؟ ما هو الوقت خلص بقى. طب كنت قولي لي بتقول. هو اللي قال لي والله في ودني بجد اقسم بالله كنا عاوزين. قال لي انهي التتر على اغنيه من البنات.